لا لا تطيح علي. انا مبسوط في المنظر الخلفي هذا، والله منظر من جد احس اني ابغى اعيش هنا، ابغى اعيش في ذاك تحت الظل اللي هناك. يا الله ايش الجمال، ايش الروعة، خطير خطير بصراحة. شوف القرية حقتي هناك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المتابعين في الفصل السادس من لعبة سلالة العصور الوسطى. الحلقة اللي فاتت فاكرين تركنا الحلقة هو جيعان، والله رحت المدينة واشتريت له أكل عشان بس لا يجوع علينا. طيب اليوم إذا نمنا حيجي بكرة فصل الخريف، عشان كذا قلنا خلينا نزرع يجينا فصل الخريف، على الأقل نحنا إيش عندنا كسبانين. شيء عندنا شيء، لحظة نشوف. ايوه حط لي هنا في سماد، ايوه موجود سماد يا حبيبي، ايوه نحط، ايوه سمده يا حبيبي سمده سر، يكون عندنا منتوج ينتج لنا، منتج نقدر نبيعه نطبخه نسوي منه شيء. الو ممتاز، نرجع لل بعدين كذا نسويها بعد ما حطينا السماد. اطلع ليفل يا حبيبي، اطلع ليفل في الفارمينج. انا اصلا ابغى اطلع ليفل عشان ابغى افتح البير، البير ماني قادر اشتغل عليه. تمام بعدين نحط رقم 7، ايوه نحط البذور. ما في عندنا غير هذه؟ حلو الزرع، والله جا الليل جا الليل، هيجينا فصل جديد بكره اذا نمنا حنقوم على فصل جديد، عشان كذا نبغى نزرع ونستعد. طيب كذا يكفي. طيب يو ايش نحن قاعدين نشتغل اصلا فصل ثاني، الفصل السادس. نحن زي ما قلنا 10 فصول اللعبه، دحين نحن في الفصل السادس نبغى نغلقه. يبغى بنينا الشد، فالحين ايش يبغى؟ البير، اقدر ابني البير ولسه ما انفتح معايا. خلينا نشوف هنا دوب الفارمينج طلع لنا ليفل تكنولوجي الفارمينج. يا بس كان باقي لكم نقطه كمان عشان نفتح البير. طيب البار نبغى لنا لازم نجيب 10 لوك، 10 لوك عشان نقدر نبني. اوكي نروح نجمع في اللوك. طيب جبنا دحين نبغى نبني البارن، نبغى نبني البارن، فين نبني؟ نبني هنا. والله هذا زعلان عطشان مسكين شكله حيتركني. طيب نبني البارن هنا. اوكي بيلدينج بعدين انيمال، ايوه لا مو هنا الفارمينج، وهنا حلو نجيبه كذا. بعدين نبغى نظبط له، يا سلام يبغانا بعدين نسوي نظبط له الطريق. اسمع انت لا عطل ولا شيء، يمكن شويه قش نحطه في السقف، عندنا قش كثير. ايوه نصير بس يبغانا لوك. كسرت العصا. هلا ابو الشباب كيف حالك؟ هذا القروي الوحيد في قريتي. حتى انا عندي واحده يعني مو بس انت. طيب نروح ننام يعني، نطبخ اللحم حقتنا. حتى البيت حقي صغير وقريتي بانيها في جنب القرية، ويا سلام على الحالة. شوف خلاص كف كف، في عندنا ثلاثة زرة. اوكي سليب لين بكرة حيطلع عندنا فصل جديد وهو فصل الخريف. وجاء فصل الخريف وطلعت الثمار حقتنا. يلا شيل يا حلو، شيل شيل. اوه كمان هذه حتطلع، يا سلام شكلها تقعد فيها رهيب. شوف شوف كيف شكل الكبج، واو والله شكلها طلع غني. هذه كلها حبيعة ولا اكلها؟ شوف اصلا قايم شبعان. يا سلام، لا خلينا نشيله ونحطه في المخزن لانه اكيد حنجي بعدين نتعلم الطبخ وكيف نظبط امورنا. طيب ممتاز، نبغى الحين نكمل الشغل. شوف البناء كيف البناء، البناء اول شيء تبدا انك تجيب خشب لوك كبير وتحطه، بعدين تحط العصاية ليفل 2 2 الهمر المطرقة. فين المطرقة؟ والله انكسرت المطرقة، لازم نسوي مطرقة. المشكلة اللعبة هذه مشكلتها في ايش؟ في الوزن، شوية ما تشيل كم شيء الا ويطلع الوزن. ايش بقى كذا؟
كمان طلعت ليفل نيو بيلدينج سيمبل هاوس مفك. الو طيب سوي المطرقه. شوف يقول لك لما تحط المطرقه الحين احنا اثنين لما نحطها في اثنين بنقول الادوات هنا شيل المطرقه هذه وحطها في الخانة رقم اثنين. اوكي شوف يخضر يقول لك مثلا يعني هذه خلاص ايش باقي لها؟ يقول لك يبغى لها واحد لوك يلا صكوا وقفلنا. هذا ايش باقي لها؟ يقول لك يبغى لها واحد لوك انا عندي ثلاثه قفل. هذا ايش باقي لها؟ واحد لوك قفل. وهذه واحد لوك وقفل. هذه ايش باقي لها؟ يقول لك ما يبغى لها 47 قشه عندي 47 قشه شوف بس باقي اللوك. طيب قال لك فاقعد اجيب اللوك هنا في لوك كان طايح زي كذا شايفين هذه كيف نشيلها بالجاروف. هذه شوف بالجاروف نشيلها وهذه كمان شوف بالجاروف لا اقرب حلو. طيب نجيب العصايه الحين شوف ايش باقي لنا. شوف اذا 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 شلت الهمر ما يبان ما يبان يعني ايش باقي بس اول ما احط الهمر يقول لك والله هذا شوف باقي لك هنا واحد لوك وست عصيان فنديه واحد لوك وندي العصايه الاولى أربعة ثلاثة اثنين واحد وهوبلا يا سلام. ونفس الشيء هنا حتى ينبني معانا البيت. يلا ثلاثة عصيان عصيتين حلو يا سلام إحساس حلو تحس بالفعل إنك تشتغل وتبني في البيت يا سلام. هنا إيش؟ هذا يبغى قش شوف عنده كثير قش عنده 46 يبغى ثلاث قشات فوق واحد لوك ويقفل شايف يعني يبغى سترو يعني قش ثلاثة اثنين واحد خلص قش يقول لك بس يبغى لي واحد لوك طيب وقفل. يا سلام باقي شيء ولا خلاص ها لا باقي له كمان عصيان في الجدار. الو كذا نقفل على هذا البيت البارن سير بنين البارن يا شوف جانا صح على البارن. الو خلينا نسوي الطرق. الطرق ما ضبطناها ما ضبطنا حط نقول له كذا ايوه وش على هذا الطريق شوف زي كذا الطريق جاء ممتاز. الشد فين الشد ما ضبطنا الطريق حقه ايوه ايوه تعال تعال كذا تعال كذا يا سلام قرية صرنا قرية. قفلنا السقف زي كذا وهنا كمان نحط القش وعندي قش بالهبل وعندي لوك وان شاء الله باذن الله نغلق هذا. المشكلة مو هنا المشكلة في المرحلة اللي بعدها. يا سلام غلقنا الوركشوب غلقنا الوركشوب. ايش في هنا نقدر نحط في صناديق اشياء وهنا نقعد نسوي كرافت الاشياء كلها كرافتنج والله شغل شغل يبغالنا. القرية حقتنا قامت تكبر صحرنا الدنيا صار الصحراء لكن قامت تكبر. الحين باقي لنا مهمتين نسوي مخزن الطعام والبير. يلا الحين انا بعد فترة اصلا القرويين هم حيشتغلوا لي مو انا اقعد اشتغل انا اقعد اكبر في المدينة واسوي ابجريد. طيب ايش يبغى نحتاج كم لوك نروح نجيب لوك عشان نسوي المخزن. واو شوف المنظر مره رهيب الخلفيه شوف كيف خطيره يا الله والله الرسومات مره روعه في هذه اللعبه. واو لا تطيح علي انا مبسوط في المنظر الخلفي هذا والله منظر من جد احس اني ابغى اعيش هنا ابغى اعيش في ذاك تحت الظل اللي هناك يا الله ايش الجمال ايش الروعه خطير خطير بصراحه. شوف القريه حقتي هناك يلا خلينا نكمل. والله القروي حقي حيترك حيكرهني جيعان وعطشان ويبغى خشب عشان يولع نار. انا لا اعطيت ولا شيء. ايش الجبروت هذا؟ طيب خلينا نسوي البيت المستودع الاكل. طيب نحطه هنا. خلي القريه عندنا تكبر شويه. اوه جاء الليل جاء الليل. فصل الخريف ترى في اللعبة الفصول عبارة عن ثلاثة أيام فقط. لكن خليني أغلق البناء هذا قبل ما يجي على الأقل أغلق البيت هذا الفود ستورج المخزن ونخلي بكرة للبير.
ترى انا قاعد اسوي المهمة الاساسية زي ما قلت لكم، اللعبة فيها 10 مهام اساسية فصول، فانا بس بلعب الفصول. في ولا في قصص ثانوية تروح تكلم القرية، والله يدوكم مكافآت ممتازة. بس بنقفل البيت هذا ونروح ننام، والصباح رواح نشوف بعدين كيف نسوي بالبير، مع اني انا محتاج البير عشان القروي حقي هذا عطشان على طول، مع انه المويه جنبه يعني ماني عارف. انا اروح اشرب من النهر ولا حضره يبغاني ابني له بير؟ والله طلع لنا ليفل، طلع لنا ليفل في الاكستراكشن. اظن لازم ننام صح؟ خلاص انا قلت ابغى الدنيا، الخايف لا يهجم علي احد ولا قريتي قليل النوم. نام ونام الى الصباح. قمنا الصباح نكمل شغلنا، ما قدرنا نغلق شغلنا في الليل. واو ايش بتقول يا صباح كذا. طيب خلاص غلق البيت الاخير، مو الاخير والله، في بعده بيت. المشكله المفروض اقرويين يساعدوني، انا قاعد ابني لهم البيت، بس المشكله الملك قاعد اكل واحد واجربه. ايوه اخيرا غلقنا هذا مكان الاكل. طيب بقينا البير، بقينا البير. مشكلة البير انه لسه ما انفتح. شوفوه هنا دحين عندي، شوف التكنولوجي في البناء عندنا، يا في البيوت يا في السرفايفل يا في الفارمينج يا في البرودكشن. فنحن هذه موجودة التكنولوجي تحت ايش؟ تحت الفارمينج، يعني لازم اسوي اشياء فارمينج عشان تنفتح عندي الاشياء. رهيب رهيب، يا سلام فتح البير، انفتح البير. طيب هذا بطنه تعور، خلينا نروح نشوف الاكل ونشرب مويه. حوس فين هذا؟ فين القروي؟ اسمه قاعد يحفر مسكين، ولا زي قله توصل قاعد لا شغله ولا مشغله. حجيك حجيك افضالك بعدين، الحين حبني لك البير وبعدين قول لي عطشان. شوف المويه قديش عنده هنا، يقول لي لا، يقول لي عطشان. خليني اكل بس من الاكل هنا، حط البير في وسط القريه هنا. يلا هنا، يا سلام. ايش باقي لي مبني؟ يا سلام، كل شيء عندنا، كل شيء عندنا. ويلا اضرب، واحد اثنين ثلاثه وغلق ال اوف انا غلقت وجهي، بس غلقت وجهي حسبت يلا، بس برضه حق مفوز. غلقنا 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 وغلق، يا سلام. ايوه دحين اقدر الناس. ايوه انا عارف، انا استعجلت اني جبت القروي هذاك اول، جبت له المويه. انا ايش بي؟ اوف انا قاعد في البيت. انا استك والله نجبت بالهذا. طيب اعزائي المتابعين كذا احنا غلقنا الفصل السادس الحمد لله، وطوينا المطلوب وطلعت قريتنا رهيبه شكلها، وكل شيء موجود فيها. ودحين حيبداوا الناس يجوا عندي واجيب قرويين، لانه يقول لازم المهمه الخاصه الفصل السابع بعدين نشوفه مع بعض. تمام، شكرا لكم اعزائي المتابعين لحسن استماعكم، ونلقاكم في حلقه جديده من لعبه سلاله العصور الوسطى، وفي امان الله.